مشاهدينا اهلا بكم في اطار الحمله الوطنيه للتلقيح ضد كوفيد 19. اوصت اللجنه العلميه المكلفه بالاستراتيجيه الوطنيه للتلقيح خلال الاجتماع المنعقد يوم الخميس 25 غشت 2021 بحضور اللجنه العلميه المكلفه بالاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه جائحه كوفيد 19 والقطاعات الحكوميه المعنيه بضروره تلقيح الاطفال البالغين ما بين 12 و17 سنة لحماية كافة المواطنات والمواطنين بالنظر إلى تصاعد الحالات الإيجابية المسجلة ضمنها، وخطوة مهمة لتسريع تحقيق المناعة الجماعية واعتماد استخدام لقاحي سينوفارم وفايزر التي أثبتت التجارب الدولية فعاليتهما وسلامتهما عند هذه الفئة العمرية، مع التأكيد على أن هذه العملية يجب أن تكون تطوعية واختيارية ومشروطة بموافقة أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين. وبعد عرض تقرير هذه اللجنة على أنظار اللجنة البينوزارية برئاسة السيد رئيس الحكومة خلال اجتماعها يومه الجمعة 27 غشت الجاري، قررت هذه الأخيرة تنظيم عملية تلقيح واسعة ستشمل متمدرسي التعليم العمومي والخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 سنة، وذلك لضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل وتحقيق أثر إيجابي على جودة التحصيل الدراسي واكتساب التعلمات الأساسية، حيث ستنطلق هذه العملية ابتداء من يوم الثلاثاء 21 غشت 2021، وسيتم الإعلان عن المؤسسات التعليمية التي ستحتضن مراكز التلقيح الخاصة بالفئة العمرية بين 12 و17 سنة من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لقطاع التربية والمواقع الإلكترونية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية وكذا صفحات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما سيتم اعتماد وحدات متنقلة للتلقيح على مستوى العالم القروي والمناطق النائية. وتجدر الإشارة أن الاستفادة من اللقاح بالنسبة للفئة العمرية 18 سنة فما فوق تتم حالياً في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، حيث تعرف المراكز المخصصة لهذه العملية إقبالاً مكثفاً من طرف التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني المعنيين. لذا ندعو جميع الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى مرافقة بناتهم وأبنائهم نحو أقرب مؤسسة تعليمية من مقر سكناهم مخصصة لهذا الغرض من أجل الاستفادة من الجرعة الأولى من اللقاح ابتداء من التاريخ المحدد أعلاه. كما نهيب بهم الانخراط بكثافة في هذه العملية الهامة التي ستمكن من حماية أسرهم وأطفالهم وكذا ضمان متابعة دراستهم في ظروف آمنة. كما نحثهم على مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي توصي بها السلطات الصحية، وذلك من أجل تجنيب بلادنا أي انتكاسة وبائية محتملة. إذن كيف تبعتيوا معنا مشاهدين اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح توصي بضرورة تلقيح الأطفال البالغين ما بين 12 و17 سنة، وبالنسبة لعدد تحقبنا نعود قراءة البلاغ، حيث أنه في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 أوصت اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح خلال الاجتماع المنعقد أمس الخميس 25 غشت 2021 بحضور اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد 19 والقطاعات الحكومية المعنية بضرورة تلقيح الأطفال البالغين ما بين 12 و17 سنة لحماية كافة المواطنات والمواطنين بالنظر لتصاعد الحالات الإيجابية المسجلة ضمنها، وخطوة مهمة لتسريع تحقيق المناعة الجماعية واعتماد استخدام لقاحي سينوفارم وفايزر التي أثبتت التجارب الدولية الفعالية ديالهم والسلامة ديالهم عند هذه الفئة العمرية، مع التأكيد على أن هذه العملية يجب أن تكون تطوعية واختيارية ومشروطة بموافقة أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين.
وبعد عرض تقرير هذه اللجنة على أنظار اللجنة البين وزارية برئاسة سيد رئيس الحكومة خلال اجتماعها يوم الجمعة 27 أغشت الجاري، قررت هذه الأخيرة تنظيم عملية تلقيح واسعة كتشمل متمدرسي التعليم العمومي والخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية اللي كتراوح الأعمار ديالهم بين 12 و17 سنة، وذلك لضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل وتحقيق أثر إيجابي على جودة التحصيل الدراسي واكتساب التعلمات الأساسية. وغتنطلق هذه العملية ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 21 غشت 2021، وغيتم الإعلان عن المؤسسات التعليمية اللي غتحتضن مراكز التلقيح الخاصة بالفئة العمرية 12 و17 سنة من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لقطاع التربية والمواقع الإلكترونية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية وكذا صفحات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وغيتم كذلك اعتماد وحدات متنقلة للتلقيح على مستوى العالم العربي والمناطق النائية. كتجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من اللقاح بالنسبة للفئة العمرية 18 سنة فما فوق كيتم حاليا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، بحيث كتعرف المراكز المخصصة لهذه العملية إقبال مكثف من طرف التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني المعنيين. لهذا الغرض الوزارة تدعو جميع الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى مرافقة بناتهم وأبنائهم نحو أقرب مؤسسة تعليمية من مقر سكنهم مخصصة لهذا الغرض من أجل الاستفادة من الجرعة الأولى من اللقاح ابتداء من التاريخ المحدد أعلاه واللي هو يوم الثلاثاء المقبل 31 غشت 2021، وتهيب كذلك بالانخراط بكثافة في هذه العملية الهامة اللي غتمكن من حماية أسرهم وأطفالهم وكذا ضمان متابعة دراستهم في ظروف آمنة، وكتحثهم كذلك على مواصلة الالتزام بالتدارب الاحترازية اللي كتوصي بها السلطات الصحية، وذلك من أجل تجنيب البلاد من أي انتكاسة وبائية محتملة. إذن مشاهدينا نبدو جميعا احنا ولدتنا باش نديروا التلقيح ديالنا، اللي مازال ما داش التلقيح يتوجه لاقرب مركز ليه وياخذ اللقاح ديالو. دمتم في امان الله، الى اللقاء.